هكمل لك التصريحات. هو قال تصريح ممكن اقول لك عندي مصدر خاص بالبريمو اتكلم ان في تصريح خاص بكريم فؤاد ان هو لما اخده في المعسكر الاولاني هو اخد لعيب الناس زعلانه ليه، انا اخدت لعيب انتوا كنتوا اصلا ما بتلعبوش وانا دلوقتي اخدته عشان انا كنت واثق فيه، وانا دلوقتي مش واثق صح فيه، صح لا صاحب الراي ان انا ما اخدوش، بيكذب علينا لان بص واستنى بس اكمل لك ان كان في جدل ما بعد التصريح ده ان يتم تعديل التصريح بتصريح جديد في الفتره اللي جايه لان ده ما كانش تصريح موفق من فيتوريا وان هو المفروض يعدل من تصريحه على كريم فؤاد بالنسبه لانضمامه قبل كده او الانضمام. ما هو بيناقض نفسه ليه؟ لانك انت ضميت كريم فؤاد في الفتره دي ما كانش فيه اكرم توفيق، وكريم فؤاد في الفتره دي اخر لو تفتكر 5 6 ماتشات كان احسن لعيب في فرقه النادي الاهلي، فاكر ولا مش فاكر؟ وهو الوحيد اللي في الحته دي كان بيأدي، وهو والتاني طبعا كان عمر جابر ساعتها ما بيلعبش في بيراميدز، كان بيلعب احمد توفيق وساعات يلعب هو ينزل اخر ربع ساعه اخر 10 دقائق كده لما مثلا راجل عايز يعمل تكتيك ولا بيحط حد قدام حد، واخد بالك؟ فهو بيناقض نفسه، دي رقم واحد. رقم اتنين، اللي فات مات، اللي فات مات. طب انت بدأت الدوري، انت الاختيارات دي من خلال ماتشات الدوري ولا على يعني على ذاكرتك انت بقى وعلى الفتره اللي هي قبل الدوري ما يبدأ؟ ما انت انا قلت لك لو مستوى عواد لا، مستوى محمود علاء لا، عبد الله جمعه لا، طاهر محمد طاهر لا، احمد عبد القادر لا، ده على مستوى. انما هو خدت انت دول بناء على ايه؟ دول كله. طب شادي حسين ما انضمش ليه؟ مدبولي ما انضمش ليه؟ هو بيلعب بفرودين بفرود واحد وبالتالي عنده شادي حسين مش يعني طب طاهر عنده طاهر احمد ياسر كلام بما يرضي عنده ربنا. مروان حمد طاهر محمد محمد شريف طاهر محمد طاهر ولا مدبولي؟ سيبك بقى من شادي. لا طاهر طاهر والله طاهر يا عم صلى ما تحلفش ولسه ربنا تخش النار ولسه ما تحلفش. والله طاهر سيب اهلاويتك دي على جنب والله ابدا بتسيب اهلاويتك دي على جنب في خبرات ورجوله في الملعب يا جدع وشغل فني وربنا ما بيعمل حاجه وربنا ما بيعمل. اسمع اللي انا بقوله مش عشان الجول على فكره يا جدع اسمع بس هي الحاجه الوحيده اللي وديته منتخب الترقيصه بس انما اقسم بالله ما بيعمل حاجه. ده مدولي ده هو اللي مقعد الاسماعيلي السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها. مدولي ده بيلعب برجله اليمين والشمال. ما تقولي ده لو انت خدته صح والله العظيم يلعب على عمر مرموش والله يلعب على مرموش لو لعبت في الحته بتاعت كابتن المنتخب بتبقى امكانيات بدنيه يا جدع سيبك من الاونطه دي خاصه بمنتخب سيبك من الاونطه دي انا مدبولي بحبه كلاعب لا لا, لا 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 ده انت اهلاويتك طاغت 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 فين ده بس ارمي بص ارمي الانتماء بتاعك والله انا بكلمك كوره برضو ما انا لعيب كوره برضو وايه وجهه نظر وعلى فكره ما الناس لازم تفهم انا عندي وجهه نظر مختلفه وحضرتك عندك وجهه نظر مختلفه وكل واحد من اللي بيتفرج بس في حاجات عنده وجهه نظر مختلفه. مدبولي ده من احسن اللعيبه اللي جت كويس ما قلتش حاجه لا لا لكن لما تيجي تلعبه في منتخب مصر احسن من طارق احسن من الشحات واحسن من اي حد في الحته دي احسن من زيزو احسن من زيزو فتره من فترات احسن من زيزو وايجابي عن زيزو في فتره من فترات زيزو لما العجزله كده بيلعب لنفسه خلاص ما بتلاقوهوش انما ده انا عندي زيزو ولا هو لا انا عندي مدبولي عامة في كمان لسه محترفين انت بتسالنا اهو تمام انت بتقول انا بقول لك ده وده بس انت هتخير بقى وتقول لي تلاعب مين في الاثنين؟ لا العب مدبولي. مدبولي عنده حلول رجليه الشمال شغاله اليمين شغاله وبيعرف يجيب جول وبيعرف يعمل جول واخد بالك؟ يعني تلعبوا على كوليبالي مثلا بتاع تشيلسي؟ العب على اي حد لا طب ما انت هتلاعب عمر مرموش عليه اللي لا لا ليه مرموش بيلعب معاهم في دوري ابطال اوروبا وبيلعب في اوروبا بيمسك كوره بيرجع بيها لورا بيمسك كوره بيرجع بيها لورا ايه اقعد يا عم مفروض بقى الله لا الله العظيم ربنا يهديك عامه لسه في محترفين هينضموا وبالتالي هيبقى في اسماء مختلفه أنا ماشي ما كل ده ثلاث ارباعه مش هيلعب احنا بنتكلم على العداله في الاختيار تمام يعني انت مثلا انا دلوقتي مصطفى زيكو ده يا عم هات لنا ثلاث اربعه زيه ما عنديش مشكله ادي امل ادي امل لكل لعيبه مصر ان هم ينضموا منتخب مصر. ما هو مصطفى زيكو ده قال ان هو هيلعب مش هيلعب بس المهم ان هو انت فكرت فيه فبتدي امل لكل اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الممتاز ان ممكن في ليل في يوم وليله يبقى في منتخب مصر بقى ده اسم منتخب مصر كبير ان هو راح معسكر واخد بالك فتقول لي بقى لا اصلي
ده انا اقسم بالله طاهر محمد طاهر ما بيعجبنيش من يوم ما كان في المقاولين والله ما بيعجبني. هي وجهات نظر يا كابتن. لعيب واخد اكتر من حقه واكتر من امكانياته وقلت عليه ده اللي هيعوض رمضان. فين عوض رمضان؟ فين عوض رمضان؟ بلاش شادي حسين ده هو ولا مروان ولا محمد شريف ولا احمد ياسر ريان الفتره دي مين انت شايف مين يا كابتن؟ شادي وبعد كده حط معاه اتنين من الثلاثه دول. ده رؤيتك انت بقى. يعني يبقى موجود مع بعد مصطفى محمد هو رقم واحد ومحمد شريف بيتكلم على المحليين مش المحترفين. رقم واحد على المحليين كلهم. طبعا ما هو احمد ياسر محترف، مروان حمدي محترف، محمد شريف محترف. تمام مش محترف هو اتحط رقم واحد عليه. وبعد كده احط معاه اتنين مع مصطفى محمد. مصطفى محمد ده محترف، ده حاجه لوحده. او كل لعيبه مصر المحترفين دولت حاجه لوحده. هو عايز تقريبا واحد مع مصطفى محمد. طيب شادي انت طالما عايز، انت راح تلاعب فرقه زي بلجيكا ده، انت عايز فرصه تجيب من نص فرصه تجيب جون صح؟ لاعب مصطفى محمد الشوط الاولاني ولاعب شريف، قصدي شادي وخد شريف كمان، ايه المشكله؟ ما يمكن تلعب باتنين راس حربه الشوط الثاني.